القاهرة للاحتفال بحفل توقيع إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لفترة 5 سنوات من 2023 ل 2027. Ladies and gentlemen, welcome. Welcome to this very important all-inclusive meeting. This ceremony, the signing ceremony of the Government of Egypt and the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework for 5 years, 2023-2027. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بدولة رئيس مجلس الوزراء معالي الدكتور مصطفى مدبولي، معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، السيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أصحاب المعالي السادة الوزراء، رؤساء الهيئات الحكومية، السادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الموقرين، السيدات والسادة ممثلي هيئات ووكالات الأمم المتحدة في مصر، رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية في مصر، أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات والشركاء المتميزين، ممثلو المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، مساء الخير. إنه لشرف حقيقي أن أشارككم اليوم الاحتفال بالشراكة المتجددة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، حيث نحتفل بتوقيع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للأعوام 2023-2027، وهو الأداة الرئيسية في تخطيط وتنفيذ أنشطة وبرامج الأمم المتحدة في مصر، بالتعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة بالعمل الإنمائي، والتي جاءت لتعكس مستهدفات الحكومة المصرية والمبادرات القومية ولدعم البرامج والإجراءات الحكومة الإصلاحية ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسبوع قد شهد الإعلان عن استراتيجيتين من كبريات استراتيجيات التعاون الإنمائي ليعكس أهمية الشراكات الدولية بما يلبي الأهداف الوطنية واحتياجات المواطن. هذه الاستراتيجية واستراتيجية مع البنك الدولي. It is really an honor to be part of the signing ceremony between the government of Egypt and the UN and everyone related to sustainable development. ويشرفني اليوم أن تبدأ فعاليات برنامجنا بعرض لفيلم وثائقي حول برامج ومشروعات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في ربوع وطننا الحبيب مصر وأثر ذلك على المقيمين على أرض هذا الوطن. وهذا الفيلم الوثائقي أعدته أسرة الأمم المتحدة في مصر بالتعاون الوثيق مع وزارة التعاون الدولي، والذي يستعرض نتائج بعض قصص النجاح في الشراكة بين مصر والأمم المتحدة. تم توثيق هذه القصص من خلال زيارة عدد من المشروعات التنموية البارزة خلال شهري مارس وإبريل لعدد من المحافظات، وهي المنيا والإسكندرية ودمياط وأسوان. خلال هذه الزيارات تم تسليط الضوء على الآثار التنموية لتلك المشروعات على المواطن المصري، كما أبرزت الجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة المصرية وجميع مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة في المشروعات والبرامج المختلفة على مستوى الجمهورية. We will be watching together a documentary produced by the UN family in Egypt and the Ministry of International Cooperation. Some of the success stories in Minya, Alexandria, Damietta, and Aswan. Well, and let's watch it together. اللي
العلاقة دي مش علاقة بين دولة ومؤسسة، ولكن هي علاقة بين مصر والعالم. منظمة الأمم المتحدة هي من أهم المنظمات المبنية على التعاون متعدد الأطراف. سنة 1945 يمكن مصر من أول الدول اللي مضت على ميثاق الأمم المتحدة. In 1948 UN started its operation here in Egypt. The first UN agency that put, you know, its foot on Egypt soil was UNESCO. Everything started in 1959. 40 different countries trying to cooperate with something that was absolutely extraordinary and unique, because you can see that 22 big monuments were transferred. And that was really one of the most outstanding kind of pieces of the history of multilateralism. ده كان دليل كبير جدا انه التعاون متعدد الاطراف هو احد المناهج المهمه اللي بتتبعها جمهوريه مصر العربيه من زمان، مش بس في العمل الاقتصادي ولكن ايضا في العمل التراثي والعمل العلمي والعمل الاثري. Throughout all these many years, Egypt positioned itself as one of the most proactive member states on the global arena. الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة هو بيدفع بالتنمية المستدامة، وإحنا بنتكلم على التنمية المستدامة بيبقى دايماً فيه يمكن أربع محاور رئيسية: التنمية الاقتصادية، الاستثمار في رأس المال البشري، المواطن في الأساس، الموارد الطبيعية في الدولة، وبالتالي الجزء له علاقة بالمناخ، أخيراً وليس آخراً المرأة والفتيات. أضفنا عليها في الاستراتيجية الجديدة الحوكمة. دول خمس محاور مهمين جداً وهيكونوا الأساس في استراتيجيتنا مع الأمم المتحدة خلال الخمس سنوات القادمة 2023 لـ 2027. As we are concluding the old cooperation framework, we want to showcase what UN is doing on the ground, to go to the field with partners and to see, you know, how these projects and programs change the life of the people. You can see the enthusiasm in the children. They want to come here. World Food Program is working with the government, with various ministries, be it with the Ministry of Social Solidarity, be it with the Ministry of Education, be it with the Ministry of Local Development, health, as all integrators, so that we have a coordinated process. This model has worked with more than 120,000 children like these, and we're already present in 3,000 community schools. And we're working with the government every day and the local governorates to increase it and take it to scale. مشروع تعزيز تنفيذ استراتيجية السكان، احنا مش بنتكلم على السكان كعدد لكن السكان كنوعية، مستوى التعليم، المعيشة، قدرة السكان ان هم يحققوا ذاتهم، يحققوا احلامهم. فلو احنا محتاجين ان احنا يكون في مفاهيم بتتغير عن عدد الأسرة، عن دور المرأة في الأسرة، لازم نبتدي ده في سن صغير، ان الشباب يكبر ويكون هو اللي بيصنع التغيير. Very often, especially the juvenile justice systems are neglected. Although, according to international laws, juveniles should have separate institutions. In Egypt, we are currently working in 9 institutions, but our ambition is to expand this program to all institutions. And I think we should not forget, it is about rebuilding the life of an individual. The positive change will also have an impact on the families and the entire community. طبعا احنا جدا فخورين ببرنامج رائع ممتاز بجمهورية مصر العربية، وهو برنامج خدمة استشارية صحية للشباب. اليوم انا اتكلم من مركز الطب العام بمحافظة دمياط، وجدا فخورين بالانجازات التي تمت في هذا المركز على مدى السنوات الماضية. هذا المركز احدى المراكز الموجودة على مستوى جمهورية مصر العربية، من 2500 مركز نموذجي يقدمون خدمات متكاملة مدمجة ضمن البرامج الرعاية الصحية الأولية. هي أكتر حاجة فرقها كان واضح في عيادات النساء ورعاية الأمومة والطفولة أو رعاية الحوامل، نحن منعنا ناس كتير في السن اللي هو الصغير إن هم يتجوزوا وتعرضوا للمشاكل الصحية اللي ممكن تحصل لهم لو اتجوزوا في سن مبكر. UNICEF is working
to ensure that communities are getting holistic support. In the area of health, we are providing support in maternal and child health related issues. So we are empowering the doctors, nurses, and also community health workers. من خلال المشروع اللي بنقدمه لدعم الصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة في 9 محافظات وعدد من الجمعيات الأهلية، قدرنا نقدم خدمات من خلالها تم الكشف على حوالي 100 ست كانت حامل، وقدرت من خلال الحصول على حزمة الوقاية العدوى من الأم الجنين أنها تلد وتجيب طفل سليم 100%، وحولهم بدل ما يبقى أسرة عندها ضحية إلى أسرة منتجة وأسرة إيجابية في المجتمع. Rabeha has trained 1,100 women on how to get jobs, and 30% of them have gotten jobs. One of the most moving aspects for me was listening to the young women and women my age saying, I'm ready for change, I have great ideas, I want to move forward, please help me move forward. And these ideas are green, they're smart, they're techno. الست لما يجي لها فلوس بتصرفها على بيتها وعيالها وبتحسن مستواهم المعيشي. انا هديكي وهعلمك وهدربك، افرضي جناحتك بقى وطلعي. في مصر التطوع هو موجود فينا بالغريزه، يعني احنا ساعات بنحس ان احنا محظوظين كبرنامج ان احنا مش محتاجين نعمل مجهود كبير قوي ان احنا نقنع الناس بالتطوع، بس يمكن مؤخرا كمان بدانا نشوف انه التطوع بدا يظهر بشكل اكبر، ازاي ان هي بتاثر بشكل كبير قوي في تنميه المجتمع اللي انا فيه. In Egypt overall there are about 290,000 registered refugees and asylum seekers. Here you'll see our center because we know that refugees and asylum seekers are here in Egypt, but we also need that they build their future, whether it's here or elsewhere. وشفنا ازاي المستفيدين والمستفيدات من اللاجئين والمصريين فتحوا مشاريعهم، بس برضو ازاي طوروها وازاي ان هم كمان بيحلموا ان هم يطوروها اكتر واكتر. What is beautiful about the work that our colleagues from different agencies are doing here, bringing together different refugees, people from certain set of vulnerabilities, refugees, but also Egyptians living in unprivileged situations, and bring them together also to create the social cohesion within the different communities. احنا في المركز الطبي العام في دمياط الجديده بيجي لنا لاجئين كتير من معظم الدول الموجوده، سوريين، ليبيين، يمنيين، عراقيين، بياخدوا الخدمه كامله اللي المصريين بياخدوها بدون اي نقص ولا اي تفرقه في المعامله ولا اي تفرقه في اي حاجه. Access to information in this day and age is crucial to make sure that people are enabled, empowered, and included in societies. People who are on the vulnerable groups in specific are segments of societies that have been left out and have not largely been unconnected, not only in Egypt but globally. And so there's a big effort globally, including ITU's Partners to Connect initiative, where we are trying to make sure that by the year 2030, all people who are unconnected are connected. في مشروعات خاصة بالأمم المتحدة فيها تنمية ريفية، فيها بعد خاص بالتكيف لأنه في ضم حيازات لصغار المزارعين، فيها استخدام أمثل للمياه، فيها تحول من استخدام السولار والديزل إلى الطاقة الشمسية، ودي نماذج وخبرات بنحاول نعممها في قرى أخرى. المشروع وراني ازاي انا اعمل طريقه زراعيه اللي انا اعمل اللي انا اشتغل عليها، قبلي كنت مديون وبعدي سددت على الاقل ديني، وان شاء الله في الخلفه اللي طالعه حيكون معي فلوس يمكن نروح الحج ان شاء الله باذن الله. المشروع بيستهدف 30 قريه من القرى الجديده، بنفتكر انه المشروع ده قابل لانه يتمدد. شفنا حياه كريمه، وهي حياه كريمه كل اهدافها تتلاقى مع اهداف مثل هذا المشروع، لأنه مشروع منهجه هو التنمية الريفية المتكاملة. شركة سيني كريم اشتغلنا معاها من أكثر من 10 سنين، بدأنا نعمل نموذج مصري لنظم إدارة الطاقة مماثل لشهادة ISO 50001، قدرنا إن احنا نوفر الكفاءات والكوادر المحلية اللي تقدر تشتغل مع القطاع الصناعي علشان تطبيق هذه النظم، قدرنا إن احنا نساعد عدد كبير جدا من الشركات إن هي عندهم سياسات خاصة بإدارة الطاقة، ويبقى عندهم الوحدات الداخلية اللي هي بتشتغل على رصد استخدامات استهلاكات الطاقة، ازاي يبقى في استخدامات أخرى للطاقة الجديدة والمتجددة. Since 2009, the UN Development Program has worked with the Ministry of Water Resources and Irrigation to test low cost techniques
to protect the coast from sea level rise. And based on studies and consultations, a nature-based solution, which was actually proposed by the local communities, was chosen to protect those vulnerable areas and their people. And this is protecting up to 17 million people living in vulnerable areas. I know that the government is looking at this project as a flagship of what can be done in terms of adaptation and early warning. We are here to support the development agenda and the national priorities of Egypt very clearly. We get a lot of support from the governor, the governor's office, to exactly reach out and then engage with the community members. I really hope that as UN, we are contributing to this more sustainable, more resilient, more prosperous Egypt with the programs and projects that we do, which are part of this new cooperation framework. لما بنتكلم مع المستفيدين بنحس قد ايه حصل تأثير عليهم، لو سيدات واخدين قروض عينية بيقدروا ان هم يزودوا دخل أسرهم، لو بنشوف الفلاحين والمزارعين النهاردة قدروا ان هم يزودوا المحصول وده أيضا بيساهم في زيادة الدخول. النهاردة الأولاد في المدرسة المجتمعية كانت برضو مشروع له خصوصية جدا، لأنه أولاد عندهم طموح بيحاولوا في ظل ظروف اجتماعية صعبة جداً إن هم يكونوا موجودين في المدرسة. بحب أشكر جميع شركاء التنمية في مصر، أصدقائنا من الدول اللي بيساهموا معنا في تمويل الاستراتيجية السابقة وهيقوموا بتمويل الاستراتيجية القادمة إن شاء الله. This film brought many memories back to me. I've worked with the United Nations system for 24 years with UNICEF and with WHO. So it was very moving and really, really. هذا يجلب الكثير من الذكريات. العالمية اللي بتعمل في مصر بتعمل بحب لمساندة الحكومة في كل برامجها. يا رب بالتوفيق بالاتفاقية الجديدة. الآن أدعو الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والرئيس الشريك للجنة التسيير المشتركة المعنية بمتابعة تنفيذ إطار التعاون لإلقاء كلمتها الافتتاحية على سيادتكم. لتتفضل سيادتها. Ladies and gentlemen, Minister of International Cooperation رانيا المشاط, please. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زميلاتي وزملائي السيدات والسادة الوزراء أعضاء الحكومة المصرية، السيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والفريق القطري للأمم المتحدة، السيدات والسادة رؤساء مديري وممثلو المنظمات الإنمائية وكالات الأمم المتحدة وسفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحضور الكرام، يسعدني بداية أن أرحب بكم جميعا في هذه الفعالية الإنمائية الهامة التي تدشن لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع أحد أكبر وأعرق المنظمات الدولية وهي منظمة الأمم المتحدة، حيث نحتفل بإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة 2023-2027. كما أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تشريف سيادتكم ورعايتكم لهذا الحدث والذي يمثل الاحتفال الثاني خلال ذات الأسبوع في إطار إطلاق استراتيجيات التعاون الإنمائي، وبذلك تكون مصر قد انتهت من إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والتأسيس لإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي An Integrated Development Cooperation Framework عن السنوات الخمس القادمة بما يلبي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري. الحضور الكريم، إن ما نشهده اليوم ليس بمعزل عن الواقع وما به من مصاعب وتحديات، ولقد شهدنا جميعاً منذ قليل توثيقنا لنماذج واقعية على الأرض لما يتم من مشروعات وبرامج يساهم فيها وينفذها كافة الأطراف ذات الصلة، ويقوم المجتمع المدني بدور فاعل بها ليستفيد منها كل القائمين على أرض مصر. لذا فليس علينا سوى التضامن من أجل العمل سوياً، وهو ما تقوم الحكومة المصرية جاهدة عليه.
ولقد حرصت وزارة التعاون الدولي إعمالاً للمهام الوطنية المنوطة بها على تعزيز فرص الاستفادة من الشراكات الدولية عامة ومن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة على وجه الخصوص. ترتبط مصر والأمم المتحدة بعلاقات مستدامة وطويلة الأمد منذ تأسيس المنظمة، كما تعتز مصر بالشراكة الإنمائية مع البرامج والوكالات الأممية المتخصصة، تلك الشراكات التي ترسخ لمبادئ التعاون متعدد الأطراف والتضامن بين الشعوب والحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان، فضلاً عن التصدي بقوة للتحديات الإنمائية مثل التغيرات المناخية والأوبئة، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب leaving no one behind، وهو ما يتفق مع مبادئ الميثاق العام للأمم المتحدة. وأود هنا أن أثمن جهود وزارة الخارجية المصرية الموقرة وبعثات مصر لدى الأمم المتحدة وسفارات مصر بالخارج على ما يبذل من جهود مخلصة في هذا الشأن. الحضور الكريم، أود سريعاً أن أستعرض معكم تطورات علاقات التعاون المشترك مع الأمم المتحدة والبرامج والوكالات الأممية، حيث بدأت الأمم المتحدة أنشطتها في مصر منذ عام 1948، ويوجد حالياً ما يقرب من 32 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً للأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب الإقليمي، المكاتب الإقليمية والوكالات غير المقيمة. وعبر الأعوام المختلفة تطورت أطر الشراكة والتعاون بين مصر والأمم المتحدة، أخذاً في الاعتبار تطورات المشهد العالمي ومتطلبات التنمية والنمو وما يرتبط بهما من قضايا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. واتساقاً مع ذلك وترسيخاً لهذه الشراكة، تم إطلاق برنامج التعاون مع مصر عن الفترة 2002-2006، ثم تبعه إطلاق 3 أطر للشراكة مع الأمم المتحدة منذ 2007، حتى كان آخرها إطار للتعاون ما بين 2018 و2022، والذي من خلاله تم تحقيق أهداف تالية: التنمية الاقتصادية الشاملة، العدالة الاجتماعية، استدامة الموارد الطبيعية والبيئية، وتمكين المرأة، من خلال 4 مجموعات عمل منبثقة عن لجنة التسيير المشتركة وبرئاسة مشتركة من خلال الحكومة المصرية والوكالات الأممية المتخصصة. وبالنظر إلى المشروعات والبرامج المنفذة من قبل الأمم المتحدة على مستوى الجمهورية، نجد أن نطاق التغطية يشمل كافة محافظات الجمهورية بما فيها إقليم القاهرة الكبرى، محافظات الدلتا وصعيد مصر وسيناء، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وأود هنا أن أخص بالشكر السيدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة الدكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيدة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، على جهودهن خلال رئاستهن لمجموعات العمل خلال الأعوام الخمس الماضية، وكذلك السيدات والسادة أعضاء تلك المجموعات على ما قدموه من جهد وتوجيه ودعم للمجموعات الفنية على الأرض في تنفيذ خطط العمل المشتركة بالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة وشركاء العمل من الوزارات والجهات الوطنية المعنية. الحضور الكريم، اتباعاً للمنهج العلمي والقواعد الدولية ذات الصلة، فقد تم القيام بأنشطة تقييم منتصف المدة والتقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي في عام 2022، بهدف الاستفادة بشكل أكثر شمولية خلال الإعداد والتصميم والتنفيذ للإطار الاستراتيجي الجديد لهذه الشراكة، حيث صدرت 6 توصيات رئيسية على النحو التالي: أولاً، البناء على النتائج المحققة. ثانياً، التعاون والتنسيق بين الوكالات الأممية من أجل تفادي التكرار في الأنشطة والمشروعات Inter-Agency Support. ثالثاً، التخطيط والتنفيذ المشترك. رابعاً، تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. خامساً، تعزيز استدامة الأثر الإنمائي من خلال المشروعات المتكاملة Fully Fledged Projects. سادساً، تعزيز الاستثمارات المرتبطة بالتنمية المستدامة. وسوف تعرض بعد قليل شريكتي السيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بعض النتائج المحققة خلال الفترة من 2018 وحتى 2022. ووصولاً إلى الإطار الاستراتيجي الجديد الذي نحتفل بإطلاقه اليوم، أود الإفادة بما يلي: أولاً، يمثل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية أحد أهم مخرجات إجراءات تطوير الأمم المتحدة، والتي تم إطلاقها عام 2017
بهدف دعم البلدان في معالجة التحديات والأولويات الإنمائية الوطنية واستغلال الفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق وعد الأمم المتحدة بعدم ترك أحد خلف الرقب. ثانياً، يتسق هذا الإطار أيضاً مع خطة عمل الحكومة المصرية فيما يخص تعزيز الشراكات متعددة الأطراف وكذلك جهود تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري. وتقدر الإشارة هنا إلى أن وزارة التعاون الدولي قد قامت بمطابقة محفظة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بهدف التمكين من تتبع مسار التنمية في مصر. ثالثاً، ومتابعة للمشهد الإنمائي الإقليمي والدولي، فقد استند تصميم إطار التعاون الجديد على عدد من المعايير والمقاييس، وهي الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، التنسيق والتكامل بين تلك الأولويات وبرنامج عمل الحكومة المصرية، التكامل مع المبادرات الرئاسية، نتائج تقييم الإطار الاستراتيجي السابق كما ذكرت سابقاً، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية. وهنا أود أن أشير إلى أن المشاورات الوطنية والتنسيق على مستوى القطاعات قد استغرق قرب العامين منذ انطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021، وقد شارك في المشاورات العديد من الجهات، وتم عقد العديد من ورش العمل مع كافة الأطراف ذات الصلة، تضمنت أكثر من 40 شريكاً وطنياً، 28 شريكاً أممياً، بعثة مصر الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك، القطاع الخاص، شركاء التنمية، المنظمات غير الحكومية والتي لها دور كبير في الوصول لكافة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر. الحضور الكريم، يتسق هذا الإطار مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية القومية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والاستراتيجية الوطنية 2030. وكما تتابعون حضراتكم، أود الإشارة إلى اتساق أهداف الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ قرابة 400 مشروع من جانب وكالات الأمم المتحدة في كرة حياة كريمة لخدمة أكثر من 1.5 مليون مواطن. الحضور الكريم، إن ما استعرضته مع حضراتكم بهدف لتوضيح أثر ما نقوم به من مجهود وطني في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وشركاء التنمية في صورة منح وكذلك من خلال برامج الدعم المؤسسي، وهو أمر نثمنه ويجب تعزيزه والبناء عليه لدعم مصر لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ضوء ما سبق، فقد توصلنا إلى الإطار الاستراتيجي الجديد والذي يتضمن 5 مجموعات للنتائج وفقاً لكل محور من المحاور التالية: التنمية الاقتصادية الشاملة، العدالة الاجتماعية، استدامة الموارد البيئية والطبيعية، الحوكمة الرشيدة، تمكين النساء والفتيات. وكما تتابعون، تم القيام بالمطابقة بين الأهداف والمخرجات الرئيسية لهذا الإطار الاستراتيجي. وأود هنا أن أتوقف للحظات أمام المحور الخاص بتمكين النساء والفتيات، والذي حرصت الحكومة المصرية والمجلس القومي للمرأة على ضرورة استدامته ووضعه ضمن الإطار الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة لاستكمال جهود الدولة للعمل على ضمان وبحلول عام 2027 أن تحصل النساء والفتيات على حقوقهن كما هو منصوص عليه في الدستور المصري. وأتوجه بالشكر للأمم المتحدة على استجابتها ودعمها في هذا الخصوص. وختاماً، يتجاوز هدفنا هذا الحدث بالتحرك قدماً نحو حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف وتعظيم العائد، ونسعى جاهدين للبناء على الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تكرار ما تم تنفيذه ونقل التجارب إلى الدول النامية والأقل نموماً ودعم تعاون الجنوب جنوب. ولقد كانت فعاليات أسبوع الأمم المتحدة التي شاهدناه خير مثال لما يبذل من جهود في هذا الخصوص وبالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة. وإذ أنتهز هذه الفرصة لأن أتقدم بسيادتكم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى، الزميلات والزملاء وزراء الحكومة المصرية، المنسق المقيم للأمم المتحدة، سفراء الدول الصديقة والشريكة، السادة المحافظين لمحافظات مصر، المديرين والإقليميين للوكالات الأممية وشركاء التنمية،
وكل ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص بخالص الشكر والتقدير والامتنان على تشريفكم لنا اليوم، ونتطلع إلى البناء على التعاون المشترك في العديد من الموضوعات التي تعزز مسار مصر في تحقيق التنمية المستدامة، كما نقدر تعاونكم المستمر خلال مراحل التنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة خلال الخمس سنوات القادمة نحو تعاون إنمائي فعال ومستدام. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا معالي الدكتورة رانيا المشاط على هذا العرض القيم والملاحظات الملهمة التي توضح أوجه التعاون والمشاركة في تعزيز العلاقات بين مصر والأمم المتحدة. Thank you, Your Excellency, for highlighting the importance of the work with the UN agencies. Thank you for highlighting the six recommendations, all the sustainable development goals, the coordination that took over 2 years, and how all-inclusive it was, including all partners. اسمحوا لي الآن أن أقدم المتحدث التالي، وهي السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. المنسق المقيم للأمم المتحدة هو أعلى ممثل لمنظومة الأمم المتحدة بأكملها على مستوى القطري، ويتم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة. أحد أهم مسؤوليات المنسق المقيم للأمم المتحدة في توحيد جهود جميع وكالات الأمم المتحدة في البلاد من أجل النهوض بخطة أعمال التنمية 2030. شاركت السيدة بانوفا جنباً إلى جنب مع معالي الدكتورة رانيا المشاط في قيادة تطوير إطار التعاون الجديد الذي نحن هنا بصدد الاحتفال به اليوم. تحت قيادتها قامت 26 وكالة تابعة للأمم المتحدة الموقعة اليوم بتطوير إطار التعاون مع كافة الشركاء التنمية، وعلى رأسهم الحكومة والشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر. فلتتفضل السيدة بانوفا لإلقاء كلمتها. The UN Resident Coordinator in Egypt, Elena Panova. Your Excellency, Prime Minister Dr. Mustafa Madbouly. دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، السادة الوزراء المصريين، ممثلو البرلمان المصري، أصحاب السعادة، السفراء والشركاء، بالنيابة عن الأمم المتحدة أود أن أشكركم على الوقت الذي خصصتموه للانضمام إلينا للاحتفال بهذه المناسبة الاستثنائية والتي تحدث مرة كل خمس سنوات لتوقيع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة. هذا الإطار يرتكز على أولويات التنمية الوطنية ورؤية مصر لعام 2030، وتنفيذه تقوم به الحكومة والأمم المتحدة، والهدف الأساسي هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويسرني أننا استطعنا من خلال هذا الفيديو الذي شاهدنا للتو تمكنا من إظهار لمحة عن هذه الشراكة وكيف تبدو على الأرض. هذا الفيديو يمثل حقيقة مهمة، وهي أن التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة ليس مجرد خطوط على الرسم البياني ولا حتى حبر على ورق، بل هو
يتعلق بصحة الأمهات والأطفال والتركيز على الشباب الذين يتعلمون المهارات الأساسية وعلاوة على الآباء الذين يمكنهم إطعام عائلتهم فضلا عن قدرة المزارعين على زراعة أراضيهم بطريقة تحترم الطبيعة وبالنساء التي يقمن على تلبية احتياجات أسرهن من خلال الأعمال التي يقمن ببنائها وبحماية المجتمعات من ارتفاع مستويات سطح البحر وبجميع الأشخاص الذين يتمتعون بحقوقهم الإنسانية وحقهم في عيش حياة كريمة. هذا هو ما يمثل إطار التعاون. السيدة والسادة، سأركز الآن على إطار التعاون، لذا اسمحوا لي أن أستشهد بقرار جمعية العامة للأمم المتحدة ذي الصلة والذي يبرز إطار التعاون باعتباره وأنا أقتبس أهم أداة لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القطري لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. انتهى الاقتباس. ومن ثم فهو يمكن الفرق القطرية وكل الشركاء بجانب الحكومة لإحياء أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطري وتطبيقها على حياة الأفراد. أود أن أتوقف هنا وأتوجه بخالص الشكر لمعالي الدكتورة رانيا على قيادتك الملهمة التي لا تعرف الكلل في تطوير إطار التعاون بالإنابة عن الحكومة. أنت وفريقك كنت القوة الدافعة وراء هذا الجهد ويشكل طموح وجودة هذه الوثيقة شهادة على مدى مشاركتك ولذا أشكرك. المشاركون الأعزاء، يشكل الجيل الجديد من أطر التعاون حجر الزاوية في إصلاح نظام الأمم المتحدة التنموي وهو أولوية أساسية للأمين العام للأمم المتحدة. وتماشيا مع رؤية الأمين العام، يسعدني أن أبلغكم أننا حشدنا منظومة الأمم المتحدة للانضمام لهذا الإطار. 26 كيانا موجودة في مصر، بعضها تعمل من مقرها، جميعها عملت بشكل مشترك على إطار التعاون والذي سنوقعه اليوم، وهو ما يمثل بزيادة قدرها 7 وكالات تابعة مقارنة بإطار التعاون الأخير. ومن ثم فإنني فخورة بهذا الالتزام من قبل قيادة الأمم المتحدة في مصر ومقرها الرئيسية، ولكل مجال من المجالات الخمسة ذات الأولوية بإطار التعاون كان لدينا ممثل من ممثلي وكالات الأمم يعمل على تطوير الجوهر. وفي هذا الصدد فإني ممتنة لزملائي لاستثمار وقتهم وجهدهم لإنتاج هذه الوثيقة عالية الجودة. المشاركون المقرون، في إطار التعاون نفكك الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. أولا نعالج الأبعاد الاجتماعية مع التركيز على أولا نركز على البعد الاجتماعي مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري والوصول إلى الخدمات الأساسية، وهذا يشمل التعليم والصحة والغذاء والتغذية والحماية الاجتماعية ومساعدة المهاجرين واللاجئين. لذا كما ترون على هذه الشاشة، هذه لمحة للركيزة الأولى لإطار التعاون. وفي الأعلى هناك استراتيجية تنمية الأمم المتحدة التي نسترشد بها في جهودها. يمكنكم أن تروا مجالات التعاون الأساسية والنتائج التي نرجو تحقيقها، وكذلك تروا الأرقام التي تصدر عن الحكومة والأمم المتحدة المتعلقة بهذا المجال. ويمكنكم أن تروا في الأسفل أهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بهذه النتائج.
بالنسبة للبعد الاقتصادي، نركز على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بالتصنيع والنمو الشامل والأخضر والوظائف اللائقة، فضلا عن التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وبناء على إمكانات مصر الهائلة لريادة الأعمال نسعى للاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة، تنمية مهارات ريادة الأعمال ودعم دمج الأعمال في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. ثالثا، لدينا البعد البيئي. البعد البيئي الذي يدعو إلى التأقلم المناخي وإدارة الموارد الطبيعية على نحو فعال، مع التركيز على الإنذار المبكر والتأهب والتكيف والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر الدوار والتنوع الإحيائي والنظم الزراعية الشاملة وكذلك التنمية الحضرية المستدامة والشاملة. سيعمل إطار التعاون كمحفز لتحقيق الطموحات المناخية على مستوى القطرية التي وضعها مؤتمر المناخ على جدول الأعمال العالمي. ولا يفوتني أن أهنئ الحكومة على قيادتها والتوصل إلى اتفاق رائد حول الخسائر والأضرار. كثيرون كانوا متشككين، ولكنكم استطعتم أن تحققوا العدالة المناخية للبلدان الأكثر ضعفا. وبالنسبة هذا الالتزام بالعدالة المناخية راسخ في الإطار، بالإضافة إلى استراتيجية تغير المناخ ومبادرات مثل نوافي والتي تعمل على محاور المياه والغذاء والطاقة. السيدة والسادة، يسعدني أن أقول أن لدينا مجالا جديدا للأولوية في إطار التعاون، وهو يتعلق بالشفافية والحكم الرشيد وسيادة القانون، مما يوفر فرصة مهمة لتوسيع نطاق التعاون فيما بيننا. فهو يركز على دعم تعزيز المؤسسات والإدارة العامة ومكافحة الفساد والمساءلة والوصول إلى العدالة والتعاون الدولي. أخيرا وبالتأكيد ليس آخرا، فإن إطار التعاون هو أحد الإطارات القليلة على مستوى العالم التي لديها ركائز مخصصة لتمكين النساء والفتيات، وهذا يشمل التمكين الاقتصادي للمرأة والمشاركة المدنية للمرأة والقيادة، مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتركيز على الخدمات والفرص للمراهقات. الشركاء الأعزاء، يرتكز الجيل الجديد من أطر التعاون على التقييم والتحليل الجماعي لمنظومة الأمم المتحدة المعني برصد مناحي التقدم والفجوات والفرص المتاحة مقارنة بالتزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قواعد ومعايير الأمم المتحدة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. هذا التحليل حدد المجموعات الرئيسية المعرضة لخطر التخلف عن الركبة والتي تم إلحاقها في هذا الإطار. وهكذا يمثل إطار التعاون التزاما تجاه الشعب المصري، لا سيما الفئات الأكثر تهميشا وضعفا. السيدة والسادة، نوقع إطار التعاون هذا في لحظة حاسمة لإفريقيا ومصر. تشهد القارة الإفريقية ومصر على وجه التحديد سلسلة من الأزمات المتتالية التي تهدد بتقويض مكاسب التنمية التي حققت بشق الأنفس للأجيال الحالية والمقبلة. مصر تواجه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا والآثار المدمرة للحرب في أوكرانيا، أزمة المناخ والصراع في السودان، وهو ما لم يكن لمصر أي يد فيه، لكنها ما زالت تواجه العواقب. بالنسبة للأمم المتحدة، فهذا يعني كما قالت نائبة الأمين العام السيدة أمينة محمد، أننا مطالبون بالتنمية في وضع الطوارئ، وهذا يعني أن تنفيذ إطار التعاون سيظل مستجيبا للتطورات الجديدة عند ظهورها. ومن أجل المضي قدما
علينا أن نكون في صدارة الجهود وأن نحتفظ بالمرونة للتكيف. الشركاء الأعزاء، بينما نوقع إطار التعاون اليوم، علينا الآن إحياء هذه الوثيقة. من جانبنا سنقوم بتعبئة أصول الأمم المتحدة وتقديم مشورة متكاملة والدعم المعياري والاستفادة من قوتنا الجماعية مع الاستمرار في تقديم الدعم المباشر على أرض الواقع إلى من يحتاجهم. لكن إطار التعاون هذا لا يمكن أن تحقق الأمم المتحدة بمعزل عن غيرها. يتعلق نجاح هذا الإطار بالتزامنا المشترك بالعمل وأيضا بالقيادة السياسية التي أظهرتها هذه الحكومة للالتزام برؤية 2030 وملكيتها لأجندة التنمية المستدامة، بقيادة الشركاء على الصعيد الثنائي ومتعددي الأطراف لتعزيز الاتساق والشفافية والتركيز على النتائج، قيادة القطاع الخاص لدمج الاستدامة في صميم نماذج أعمالها، قيادة المجتمع المدني للوصول إلى أولئك المعرضين لخطر التخلف عن الركب ومنحهم صوت للتعبير، بقيادة الأوساط الأكاديمية توفير قيادة فكرية لتوجيه أولوياتنا. وفي نهاية المطاف سيكون الاختبار الحقيقي لنجاح إطار التعاون هو قدرتنا الجماعية على القيادة والالتقاء حول شراكات ملموسة لتقديم الخدمات للأشخاص الذي نخدمهم. سوف أختتم بكلمات الأمين العام للأمم المتحدة مع السيد أنطونيو غوتيريش التي لا تزال تلهمني وأقتبس. لن نتخلى أبدا عن جعل هذا العالم أفضل للجميع في كل مكان. أشكركم على شراكتكم. شكرا جزيلا. شكراً. Thank you. Thank you to the UN Resident Coordinator Elena Panova. الحقيقة سيدة بانوفا نشكر على هذه الكلمة حول الشراكة المستمرة والقوية بين مصر والأمم المتحدة. قالت الاتفاقية دي هي أهم آلة للتخطيط للتنمية المستدامة لكي تصل الأهداف للمواطن. شكر خاص كان للدكتورة رانيا وفريق العمل، لكل ال 26 كيان من كيانات الأمم المتحدة التي ستوقع اليوم. تهنئة الحكومة المصرية على كوب 27 وعلى اللوس اند دامج فند اللي هو صندوق الخسائر والأضرار اللي كان في كوب 27. آلة التوقيع على الاتفاقية لحظة حازمة لإفريقيا ولمصر، لمصر بالذات عشان الأضرار الاقتصادية اللي حصلت بسبب الكوفيد، الحرب في أوكرانيا، أزمة المناخ، الصراع في السودان، كلها حاجات مصر ملهاش إيد فيها لكن بتتضرر منها. شكرت كل الشركاء وأنهت كلمتها بلن نتوقف أبداً عن جعل هذا العالم عالم أفضل. يمثل إطار التعاون نجاحاً كبيراً لشراكة الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية، كما أنه أداة محورية ورئيسية لمنظومة الأمم المتحدة. مع أخذ ذلك كله في الاعتبار، دعونا نشاهد كلمة مسجلة للسيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المناسبة. Excellencies, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. We are at a critical juncture for the Sustainable Development Goals. The 2030 Agenda for Sustainable Development is now halfway along its path, but our progress has faltered, and there is so much more to do. I would like to commend the government of Egypt for leading the development of this ambitious cooperation framework. The new generation of cooperation frameworks provide a transformative pathway for achieving the SDGs in Egypt, providing greater resilience to socioeconomic shocks and integrated policy advice in response to national priorities. I commend the government and specifically the Minister for International Cooperation, Your Excellency, Dr. Rania Al-Mashat, for leading an inclusive and robust process in developing this cooperation framework,
with 27 ministries and government agencies and a wide variety of stakeholders. I welcome the ambition of our joint work with national counterparts to take our efforts to scale and accelerate the SDGs and achieve Egypt's Vision 2030. The cooperation framework also reflects the integrated nature of the SDGs. It has climate action at its heart, showing that Egypt's leadership on the global stage and at the recent COP27 goes hand in hand with its ambition at home. On the UN side, we have mobilized the full breadth of expertise and capacity to advance the SDGs in Egypt, including 26 UN entities, including those not based in the country. Now the hard part starts. Together, we will need to deliver. We must put forward large-scale programs to drive critical SDG transformations, from energy to food systems to digital technology, social protection and education, and make real our commitment to the SDGs. Projectized agency-by-agency approaches will simply not make it. For transformation, we need all hands on deck. The cooperation framework ensures that you can rely on an integrated and impactful response by the UN family to help make Egypt's vision for 2030 a reality. I wish you every success on this journey. Thank you. رسالة النائبة الأمين العام يتردد صداها معنا اليوم، فهي تأكيد على أن مصر تخطو خطوات هامة من أجل تحقيق أجندة التنمية المستدامة. والآن إنه لمن دواعي سروري أن أعطي الكلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإلقاء كلمته، فليتفضل سيادته. His Excellency Egypt's Prime Minister مصطفى مدبولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكرام، أرحب بكم جميعا، ويسعدني أن أبدأ كلماتي إليكم بتحية واجبة إلى كل الأطراف ذات الصلة بالعمل الإنمائي والتعاون الدولي على الجهود المبذولة كشركاء في التنمية من أجل تعزيز قيمة رأس المال البشري والنهوض بالمستوى المعيشي لسكان هذا الوطن بجميع أطيافه، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً وفي مقدمتهم النساء والشباب، والمساعدة في الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة والعمل اللائق من أجل مستقبل أفضل. إن هذه المناسبة التي تجمعنا اليوم تعد بمثابة تتويج لعلاقتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية وأكثرهم تنوعاً وتأثيراً، وهي منظمة الأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة، والتي تربطنا بها علاقات تاريخية تنظمها مبادئ راسخة للعلاقات الدولية نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وتعتز مصر بكونها إحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة العريقة عام 1945. ولقد أحرزت مصر تقدماً كبيراً خلال الأعوام الماضية بمشاركة شركائها في التنمية في معالجة العديد من التحديات الإنمائية على المستوى القطري، وتصدر دعم الأمم المتحدة كونها الشريك الإنمائي الأكثر تنوعاً مقدمة شركاء التنمية ذوي الخبرات المتعددة في كافة القطاعات، وعززت مصر تجربتها في مجابهة الفقر وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية وتمكين النساء والشباب واتباع النظم الاقتصادية المبتكرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من الاحتياجات الملحة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. كما كانت مصر في طليعة الدول ذات الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، فضلاً عن إسهامتها المشهودة في دعم السلام والأمن الدوليين. وبالتكامل مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها 17، وكذلك رؤيتنا الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات الوطنية التي أطلقناها بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، فقد شرعت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وفقاً لمراحل متتالية، وتم تنفيذه بدعم من شركاء مصر في التنمية. وقد تضمن هذا البرنامج عدة تدابير للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، من ضمنها توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، والذي يقدم الدعم لملايين الأسر. كما قامت الدولة بزيادة المعاشات التقاعدية والأجور، وتبنت إعفاءات ضريبية لذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن أشكال الدعم المختلفة للسلع والخدمات الأساسية. السيدات والسادة، إننا ندرك أن التحديات التي لا تزال قائمة، لا سيما في أعقاب الصدمات غير المسبوقة التي أصابت وتصيب الاقتصاد العالمي، فقد أثرت تداعيات جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي، وأدت إلى تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها شبابنا ونساؤنا، والذين يشكلون أكثر من نصف سكان مصر. واستجابة لهذه التحديات، أعطت الحكومة المصرية الأولوية لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز نظم الأمان الاجتماعي، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بالتعاون مع الشركاء من أجل استعادة الاستقرار في ظل اضطراب عالمي مستمر. ولقد جاء مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في دورته 27، والتي استضافتها مصر العام الماضي، خير دليل على أهمية إقامة الشراكات وتعزيز أواصر التعاون من أجل التصدي للقضايا الإنمائية الأكثر إلحاحاً، ومنها التغيرات المناخية. كما نؤكد أن مصر تولي اهتماماً بالغاً لمستقبل القارة الإفريقية، التي يتواجد بها قرابة 22% من إجمالي الدول النامية على مستوى العالم، بالإضافة إلى 71% من إجمالي الدول الأقل نمواً في العالم، وهو ما يعني أن القارة في حاجة لمزيد من الجهود الدولية المشتركة والمشروعات والأنشطة متعددة الأطراف وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول بعضها البعض، وفي المقدمة تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية على المستوى القاري. الحضور الكريم، أود أن أشير إلى بعض المحاور الرئيسية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الاستراتيجية للشراكة مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 2023 وحتى 2027، وكذلك البرامج القطرية للوكالات الأممية المتخصصة التي يجري إعدادها تحت إشراف الجهات الوطنية المعنية، وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي المنسق الوطني للإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة. أولاً، هناك أهمية قصوى للعمل على الاستثمار في رأس المال البشري من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار، حيث تلتزم الحكومة المصرية بتحسين نوعية التعليم والتعلم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية وإتاحة الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً. ثانياً، لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، وهو أمر بالغ الأهمية، وتضعه الحكومة المصرية في مقدمة أولوياتها من أجل خلق فرص العمل اللائقة وزيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد. لذلك نحن ملتزمون بتحسين بيئة أعمالنا من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار والحد من البيروقراطية وتحقيق الشفافية وحماية حقوق الملكية الفكرية. ثالثاً، أثبتت النظريات والمبادئ الإنمائية على مر العصور أن التنمية تبدأ من رحلة تأهيل البنية التحتية للدول كأساس تبنى عليه المسارات المختلفة، ويعد أمراً حيوياً لتعزيز قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمارات والمشاركة في سلاسل الإمداد والتموين والتجارة الإقليمية والدولية. لذلك فقد أولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماماً بالغاً بخطط تحديث شبكات النقل والمواصلات والطاقة والمياه
والصرف الصحي والبنية التحتية الرقمية، مع العمل أيضاً على تنويع مصادر الطاقة لدينا من خلال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة. رابعاً، إننا نعتبر شراكات مصر الدولية محوراً رئيسياً من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ونقدر أهمية تعزيز تعاوننا مع شركائنا الدوليين في كافة المجالات ذات الصلة، ونحن ممتنون للشراكة والتضامن اللذين تلقيناهما من شركائنا الدوليين ولا سيما الأمم المتحدة. السيدات والسادة الحضور الكريم، ختاماً أتوجه إليكم بالتهنئة على النجاح في إعداد وصياغة هذه الاستراتيجية المهمة، والتي سيتم تنفيذها وتمويلها عبر شراكات إنمائية ثنائية ومتعددة الأطراف، وأتوجه بالشكر للأمم المتحدة ولمكتبها في مصر والوكالات الأممية المتخصصة والمنظمات الدولية والممثلة المقيمة للأمم المتحدة ولوزيرة التعاون الدولي وفريق عمل الوزارة المعني بهذا الملف لما بذل من جهد خلال كافة مراحل الإعداد لهذه الاستراتيجية المحورية الهامة، كما أشكر بعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة وكافة زملائي وزميلاتي الوزراء وكافة الوزراء والجهات الوطنية المشاركة والأطراف الأخرى ذات الصلة مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني، والذين كان لهم أيضاً دور محوري في بلورة الاستراتيجية بما يعزز مسيرة مصر التنموية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. شكراً لكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مدبولي على كلماته المحورية. إن تشريفكم اليوم هو شهادة على أهمية الشراكة العميقة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة. Dr. Madbouli's presence here shows the importance of the cooperation. Just his mere presence shows how important it is that Egypt and the United Nations are working together very closely. بالنيابة عن ضيوفنا الكرام اليوم، أتقدم بالشكر لسيادتكم على التزامكم وقيادتكم الحكيمة. سننتقل الآن إلى ترتيبات مرحلة حفل التوقيع. من فضلكم ابقوا في أماكنكم جالسين لحين تحضير المسرح. Please remain seated while the stage is being set up for the signatures. It may take a few minutes. Please remain seated. مشاهدينا، تابعنا مع حضراتكم جزءا من وقائع الاحتفالية الخاصة بتوقيع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التعاون في مجال التنمية المستدامة في الفترة من 2023 وحتى 2027. تابعنا كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يشهد مراسم هذا التوقيع، والذي يقوم به ممثلا عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة. في عجالة يقوم هذا الإطار أو يهدف هذا الإطار للمشروعات التنموية وتنظيم المشروعات التنموية التي تقوم بها الوكالات التابعة للأمم المتحدة والعاملة في مصر بتنفيذها وفقاً لأولويات الحكومة المصرية وبرنامج الوطني المصري للتنمية المستدامة 2030، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.